أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا النهاردة صديقة جميلة من سهول الأرض. صديقتنا الجميلة لديها شلل الأطفال في الساقين، لكنها بتقدر تمشي على ساق واحدة. تحديات كتير وصعوبات كتير بتواجهها، لكنها بتقدر تتغلب عليها. من أكبر هذه التحديات وجهها صديقتنا الجميلة هي الإعاقة، لكنها قوة إرادتها وعزيمتها وسعيها تخطي هذه الإعاقة. بتحاول صديقتنا الجميلة تعيش حياتها وتتغلب عليها. صديقتنا الجميلة زوجة وأم، مسؤولة عن طفل وعن بيت وعن أسرة. رغم